هذه المرة للحديث أكثر عن التحركات في مختلف الأسواق الدولية ينضم إلينا من دبي السيد محمود القدسي وهو كبير استراتيجي الأسواق في IDSS. السيد محمود مرحبا بك معنا. بداية نلقي الضوء على واقع قطاع النفط، المؤشرات في أسواق النفط تفاجئ بالتداول دون مستويات $80 مع أن ربما بعض من البيانات كانت في الإطار الإيجابي. في تقديرك هل قد يستمر هذا الوضع أم أننا قد نستعيد الارتداد الإيجابية؟ مرحبتين عزيزي. طبعا بالنسبة لموضوع تراجع أسعار النفط، طبعا كلياتنا نعرف السبب هو موضوع التمديد الطوعي. طبعا كانت الأسواق متوقعة أن يكون يمتد لنهاية العام الحالي، ولكن أوبك فاجأت وقالت أنه لا، نحن حمدده فقط لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، وبعدين رح نقوم بإزالة هذا التخفيض الطوعي بشكل تدريجي اعتبارا من بداية الربع الرابع من العام الحالي. وطبعا بالإضافة كمان طبعا كانت توقعات شيء وصار شيء ثاني، فهذا الشيء بالفعل أثر على الأسعار، بالإضافة كمان لزيادة حصة دولة الإمارات العربية المتحدة بمقدار 300 ألف برميل يوميا. طبعا هذه الأمور كلها ممكن تؤدي لزيادة المطروح أو المعروض بالأسواق بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا لنهاية 2025. طبعا هذا الشيء دفع العديد من المشترين للخروج من صفقاتهم طبعا، وأدى لتراجع من سعر النفط طبعا. والشيء المهم اللي خلى أوبك تأخذ هذه الخطوة طبعا وتحاول تنهي موضوع التخفيض الطوعي، طبعا حالة ارتفاع الإنتاج من جانب الدول اللي هي خارج نطاق أوبك طبعا، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه ارتفاع أسعار النفط رح يجذب هذه الدول وخليها تزيد إنتاجها وراح يحرم اوبك من حصه سوقيه. فعلى هذا الاساس نحن بنفسر وبنقول انه كل الامور اللي صارت فيما يتعلق بالنسبه لاجتماع اوبك هي كانت ذات تاثير مباشر على اسعار النفط. اما فيما يتعلق بالنسبه للمستقبل، طبعا ازدياد مخزونات النفط الامريكيه طبعا هذا الشيء ممكن يدفع كمان لتراجع اسعار النفط بشكل اكبر. نعم سيد محمود، انتقالا إلى الأسواق الأمريكية، شهدنا بالربع الأول زخم للشركات بإعادة شراء أسهمها وكان أعلى مستوى منذ الربع الثالث من العام 2022. عملية إعادة شراء الأسهم إلى أي مدى فعلا هي تشير اليوم إلى أن الشركات متفائلة بنتائجها المالية بالنسبة للعام الحالي، وإلى أي مدى أيضا ذلك سيؤثر على المكاسب على المؤشرات الأمريكية بالنسبة للعام الحالي؟ طبعا من دون ادنى شك عمليه اعاده شراء الاسهم هو طريقه من الطرق اللي من خلالها بتقوم الشركه بدفع مبالغ بشكل غير مباشر للمستثمرين، بمعنى انه بدل ما يتم توزيع ما يسمى بالديفيدنز او بالربح الفصلي للمستثمرين، ممكن يتم رفع سعر السهم يلي المستثمر اصلا شاريه من خلال اعاده شراء السهم. اما بالنسبه لموضوع ارتفاع مؤشرات الاسهم، طبعا مثل ما حضرتك تفضلتي موضوع اعاده شراء الاسهم ساهم بشكل كثير كبير، ولكن الموضوع الاكبر هو موضوع توقعات الأسواق بتخفيض أسعار الفائدة. طبعا نحن عم نشوف حالة تذبذب ضمن الأسواق فيما يتعلق بالنسبة لسياسة الاحتياطي الفدرالي، يعني من طرف عم نشوف نحن أنه بوقت من الأوقات عم تطلع بعض البيانات اللي عم تدل على تراجع قدرة الفرد الأمريكي الاستهلاك على الإنفاق الاستهلاكي، وهذا الشيء ممكن ينعكس بشكل سلبي على مستوى التضخم. ولكن من جانب آخر عم نشوف قطاع الخدمات هو بحالة جيدة وعم بيزيد طبعا من نمو مستوى التضخم، والبيانات الأخيرة اللي طلعت بيوم الجمعة الماضي بالنسبة لمستوى التضخم اللي هي عند 0.2% بدل من 0.3% على أساس شهري، طبعا هذا الشيء دفع الأسواق لإعادة تسعير من جديد، أو خلينا نقول كانت احتمالات تخفيض أسعار الفائدة ما دون 50% حاليا صارت 50-50. فعلى هذا الأساس نحن شفنا حالة ارتفاع بمؤشرات الأسهم وتراجع أسعار الدولار الأمريكي من نهاية الشهر الماضي لغاية الآن بمقدار تقريبا 1%. سيد محمود، كذلك بالعودة للحديث عن أسعار الذهب، يبدو أن مسار التصحيح والإدارة عند هذه الهوامش الضيقة مستمر، هل قد نشهد ذهب دون مستويات $2200 في تقديرك؟ بالوقت الحالي طبعا نحن بانتظار نحن نشوف بعض المستويات الفنيه اللي تم اختبارها، يعني فيما يتعلق بالنسبه لحضرتك المستوى اللي ذكرته اللي هو 2250، لساتنا نحن تقريبا عند 2350، فلازم نحن نشوف اغلاق ادنى مستويات ال 200 ال 2288 طبعا لحتى نشوف نحن امكانيه استمرار تراجع اسعار الذهب. وبالوقت الحالي نحن عم نشوف تراجع اسعار الدولار الامريكي عم بيكون داعم لاسعار الذهب، فبهذا الوقت نحن من ناحيه اساسيه ومن ناحيه فاندمنتال اناليسيس من الصعب نحن انه نتوقع نشوف حاله تراجع باسعار الذهب في ظل تراجع اسعار الدولار بنفس الوقت. نعم،
سيد محمود القدسي كبير استراتيجي الأسواق في ADSS، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك. شكرا.